رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. فهو الضياء إذا سريت بنا. من بين الأشجار الخضراء من بساتين الحسيني نقدم لكم حلقة جديدة من حلقات برنامج عشاق القرآن. سنحملكم في طيات هذه الحلقة بصحبة الحافظ مالك النهدي. دعونا الآن نتابع مجريات هذه الحلقة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج عشاق القرآن. نحن بصحبة الضيفين الشيخ الحافظ المقيم والمجيز والذي سيقوم بإجازة الشيخ الحافظ مالك محمد النهدي. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. حفظك الله ورعاك إن شاء الله. وحفظ الله الشيخ أحمد. طبعا الشيخ الحافظ أحمد جمال يحيى أبو بكر الشاطري من أحد القراء والحاصلين على مجموعة من القراءات المختلفة. أيضا هو طالب في الماجستير أيضا في الدراسات الإسلامية. نعم. بالإضافة إلى أنه تخرج من قسم علوم قرآن بكالوريوس، بالإضافة إلى أنه يدرس لأكثر من 10 أعوام، وأيضا هو شيخ مشرف على مدارس التحفيظ في لحج. حفظك الله ورعاك. أهلا وسهلا حياكم الله ورعاك. الله خير. أهلا بكم في محافظة لحج. حبيبي حبيبي يا شيخ أحمد. حفظك الله ورعاك. دعونا الآن مشاهدينا ومتابعينا نتعرف أكثر عن الحافظ مالك. الحافظ مالك، بإمكانك أن تعرف المشاهدين أكثر عن نفسك، تفضل. اسمي مالك محمد علي محمد سالم النهدي من محافظة لحج الحوطة، وقد تعلمت في مدرسة الفاروق لتحفيظ القرآن الكريم. ما شاء الله. جميل. وحاليا أنا أدرس الإجازة عند الشيخ خيتم، وحفظت القرآن على يد الأستاذ حسين. جميل ما شاء الله. وتخرجت من مدرسة الفاروق. أحسنت أحسنت، كل التوفيق لك إن شاء الله بإذن الله. شكرا الله. ونراك من مشايخ الحفاظ الذين يجيدون القراءات بإذن الله، وأيضا يتخرجون على يده الكثير من الحفاظ. جزاك الله. حفظك الله ورعاك. مشاهدينا ومتابعينا، سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مجددا لنتابع مجريات هذه الحلقة. مشاهدينا ومتابعينا، عدنا إليكم مجددا. لازلنا في طيات هذه الحلقة. نرحب مرة أخرى بالحافظ الشيخ الحافظ أحمد جمال. حياكم الله. مرحبا بك. ونرحب أيضا بالحافظ المتسابق الحافظ مالك. مرحبا بك. دعونا الآن مشاهدينا ومتابعينا نبتدي بالسؤال الأول، تفضل يا شيخ أحمد. السؤال الأول، المتسابق مالك محمد النهدي، اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. حسبك. ما شاء الله. أحسنت. تلاوة جميلة، تلاوة رائعة، متقنة، وأيضا حفظ جيد متقن. حفظك الله ورعاك إن شاء الله. بإذن الله ستكون مستعدة للسؤال الثاني. فبعض التنبيهات بإذن الله. نعم. سننبي عليه في نهاية الحلقة بإذن الله. بإذن الله. وأكيد رسائل التوجيهية الخاصة بك. نعم. دائما مركزة، ويستفيد منها الحفاظ بإذن الله، يستفيد منها أيضا. تفضل يا شيخ أحمد السؤال الثاني. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى من سورة طه: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حسبك. أحسنت وأفدت وأجدت، ما شاء الله عليك، حفظك الله. دعنا الآن ننتقل مشاهدينا إلى السؤال الثالث، تفضل يا شيخ أحمد. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. حسبك. أعد أو في السماوات أو في الأرض وقف على كلمة الأرض، كيف ستقف على الأرض؟ كيف؟ بس مشان نركز على أو في السماوات أو في الأرض. أرض باستطالة بدون فتحة. أرض. تمام. أرض. أرض. تمام. بصفة الاستطالة في الضاد. ممتاز. لا تفتحها بشيء. انتهى بسكوت. مع الاستطالة وهي الامتداد.
أحسنت ما شاء الله عليك، أفدت وأجدت قراءة طيبة وحفظ متقن ما شاء الله عليه. مشاهدينا متابعينا، سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إلى سؤال أحكام التجويد والتلاوة، ريثما يتم إعداد هذا السؤال بإذن الله. نذهب إلى هذا الفاصل. وعودة إليكم مشاهدينا متابعينا مجدداً، لازلنا في طيات هذه الحلقة المليئة بالكثير من الشغف الإبداعي والتلذذ بكلمات الله عز وجل الكونية. دعونا الآن في هذه اللحظات ننتقل إلى السؤال الرابع، وهو سؤال في أحكام التجويد والتلاوة. الشيخ أحمد سيقوم بطرح السؤال على الحافظ مالك، حافظك الوراك بإذن الله سيكون مستعداً. السؤال الرابع سيكون في التجويد النظري. التجويد النظري سأعطيك آية ثم أنت تستخرج منها أحكام التجويدية على حسب ما تعلمت، وهي أحكام ظاهرة ما نصعبها بحيث ندخل في مسائل الدقيقة في التجويد، وإنما الأحكام الظاهرة الموجودة. طيب، قال الله عز وجل في سورة الصافات: دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب. استخرج منها الأحكام. دحورا و ايش الحكم بيكون؟ اخفاء. لا، دحورا وتنوين ساكنه بعدها واو. ادغام. احسنت، ادغام بايش؟ ادغام بغنة. ممتاز، ادغام التنوين عند الواو، والواو من حروف ينمو. ينمو، نعم. طيب، ولهم عذاب واصب. ولهم عذاب، لهم ميم ساكنه بعدها عين، ايش الحكم؟ ولهم عذاب. إظهار. إظهار، إظهار إيش؟ إظهار النون ساكنة. إظهار الميم الساكنة عند العين، ممتاز. ولهم عذاب، هنا إيش بيكون أيضا؟ عذاب. عذاب. أيوة. إدغام. إدغام، إدغام بإيش؟ بغنة. أحسن، ممتاز، مثل الأول. أحسن. والغنة تكون لازمة له، صفة ذاتية. واصب. واصب. قلقلة. قلقلة في الباء. طيب، قبلها و، ايش الحكم هنا؟ و التصاء. لا، سيكون و هنا بيكون ما الطبيعي، واو ساكنة، عفوا واو مفتوحة وبعدها ألف ساكنة، و ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، واصب. ممتاز. القلاء تكون نوعها في واصب، قلقلة صغرى أو لا وسطى على حسب التقسيمات. علماء التجويد قسموا القلقلة، منهم من قسمها إلى قسمين: قلقلة كبرى وهي في الحرف المشدد. نعم، هذه أقدم معلومة تكون للمشاهدين، أعزائي المشاهدين. جميل، جميل. القلقلة قسم علماء التجويد إلى قسم، منهم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: الكبرى في الحرف المشدد مثل وتب، هذه قلقلة. نعم، كبرى. نعم. ومنهم من وقالوا وسطى، وهذه الساكن الموقوف عليه واصب، تمام، هذه وسطى. ومنهم القسم الثالث يكون معنا صغرى مثل لم يلد ولم يولد، يلد ويلد هذه سريعة تكون صغرى. أيوة. ومنهم لا، قسمها إلى قسمين: كبرى في المشدد، وساكن موقوف عليه أو موصول به، ما شاء الله، صغرى. نعم، لم يفصل، فهذه بتكون واصبة وسطى على من قال، وصغرى على من قال بالقول الثاني. جزاك الله خير. أحسنت، أحسنت مالك، أحسنت وأبدعت، حفظك الله ورعاك. تجاوزت السؤال برغم أن هناك لك بعض التعليقات. نعم، من قبل الشيخ أحمد، لكن إن شاء الله بإذن الله ستكون نتيجة مرضية للحافظ مالك إن شاء الله بإذن الله، لأنه كان حافظا متقنا في التلاوة وأيضا في التجويد. مشاهدينا متابعينا، سنذهب إلى فاصل قصير نتابع هذا الفيديو كليب، ومن ثم نعاود لنتابع النتيجة النهائية. لبيك يا مولاي، جئتك باكيا أرجو الرضا، فأنا ببابك خاضع. لبيك يا مولاي، جئتك باكيا
يوما تسبح لبيك قد طاب اللسان بذكرك فبذكرك يعلو الفؤاد ويربح لبيك يا مولاي لبيك يا مولاي. مشاهدينا ومتابعينا عدنا إليكم مجددا، لازم الآن في طيات هذه الحلقة، حلقة شيقة، حلقة ممتعة، كانت بصحبة الحافظ مالك. الحافظ مالك بإذن الله سيستعد لاستماع النتيجة النهائية، بإذن الله ستكون نتيجتك مرضية بإذن الله. بسم الله. طيب. شيخ تفضل. النتيجة النهائية 97%، درجة ممتازة ما شاء الله في الحفظ، فقد تحصل على درجة وافية في الحفظ، وأيضا مع بعض الأشياء في مسألة التلاوة، مثل أيضا نفس التنبيه اللي نبهنا عليه في الحلقات السابقة، هو المد، ميزان المد يكون واحدا، خاصة المد هو يقرأ الآن قراءة ترتيل، فالمد يكون بشكل متزن في بداية المقطع القرآني إلى نهايته، يكون على وزن واحد لا يخل به. نعم. فهذا حتى السامع عندما يسمع أو المشاهد أو غير ذلك، حتى وأنت في المسجد مثلا جالس بجنبك واحد يرى في نشوز في التلاوة فيقول لك في مدة وفي ما في شو في كذا. نعم. فالقراءتكم متزن، وجزاه الله خير، بس في ملاحظات بسيطة هذه. نعم. دقيقة. نعم. وما شاء الله عليه، هذا لا يؤثر على تلاوته وقراءته، فقد أفاد ما شاء الله، جزاه الله خير، وكتب الله أجره وسعيه. إذن جميل جدا، الحافظ مالك استحقيت هذه الدرجة، 97 درجة 97، وبذلك دورنا نحن طاقم قناة السعيدة وطاقم برنامج عشاق القرآن نود أن نقدم له هذه، عبارة عن هدية مقدمة من إسمنت الوحدة وهو الراعي الرسمي لهذا البرنامج، بالإضافة إلى إجازة معمدة من الشيخ الحافظ الشيخ المقيم أحمد جمال يحيى الشاطري. شكرا جزيلا لك، جزاك الله خير، ممتاز، حفظكم الله ورعاكم. مشاهدين ومتابعين الكرام أينما كنتم، كانت حلقة نموذجية بصحبة الحافظ الشيخ أحمد. شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك. وأيضا نشكر الحافظ المتسابق الحافظ مالك النهري، أحسنت وأبدعت، كل التوفيق لك إن شاء الله بإذن الله، أتمنى لك إن شاء الله بإذن الله أن تحقق طموحاتك المستقبلية إن شاء الله. إن شاء الله. حفظك الله رعاك وحفظ الله السادة المشاهدين أينما كانوا. كانت حلقة نموذجية رائعة بصحبتكم وبصحبة الضيفين العزيزين. إلى الملتقى، نراكم إلى خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. سريت بنهجه كان الدليل لجنة الرضوان.